النتيجه ما تتبنيش بمستوى المحاضره السبب هذه مثلا بالمستوى ديال اللاعبين ديالو الفريق ديالو اللي كيجمع واحد العدد ديال اللاعبين المخضرمين اللي عندهم تجربه كبيره في فوتسال اقل واحد فيهم لعب اكثر من 5 سنوات او 6 سنوات مع فرق اخرى او في داخل دينامو كنهمو بالفريق ديالو قدم مستوى لا باس به خصوصا في الجوله الاولى. حنا كنا عارفين لان لعبنا مقابلات الكاس كنا قرينا على الادفيرسير مشينا قلبنا على نقاط الضعف ديالو نقاط القوه ديالو وحاولنا نحبسوا نقاط القوه ونستغلوا نقاط الضعف لذلك انا تاثرت الاهداف 5 اهداف ماشي سهل باش تمارك على فريق مثل دينامو رغم انه دينامو خرج اسيان في الدقائق الاخيره نقولوا غير 4 اهداف ماشي سهل باش تسجل على فريق قوي كيدي واحد الاداء دفاعي ممتاز ولكن الحمد لله انا بغيت نشكر الدراري ديالي اللاعبين قدموا مقابله مثاليه ربما داك التروب دو بوان ضاعت لنا في البطوله ولكن اليوم حنا على بعد نصف النهائي الثالث على التوالي والرابع في تاريخ صقر اكادير نتمنوا ان هذه المره الحظ يحالفنا وندوزوا النهائي ان شاء الله وبون كوراج لدينامو في باقي المنافسه. اذا البطوله احنا اليوم بالبطوله الفريق اللي هو مرشح بقوه البطوله راه معروف هو الاول في الترتيب احنا الى بهذه العناصر شابه احنا عناصر شابه جديده انت كتشوف هاد العناصر كما كنقول ديما الطبق ديالنا احنا هو نحققوا احسن من السنه الماضيه واخا العناصر جديده اليوم احنا في المرتبه الثانيه في البطوله واحنا لاعبين نصف نهائي كاس العرش والسنه الفارطه خسرنا في نصف نهائي كاس العرش وكنا سالينا البطوله في المرتبه الثانيه نتمناو انه المجهودات ديالنا ما تضيعش احنا غنبقاو ضاغطين على الفريق اللي كما تنقولوا قوي وكيبان انه عنده بودي ديال البطل حتى لاخر لحظه وغنامن بالحدود ديالنا حتى لاخر لحظه ان شاء الله.